برنامج الحياه احلى، وضيفتي اللي مشرفاني النهارده على الهوا من خلال بوست وضعته على الفيسبوك، يعني لفت نظر ناس كتير جدا لمرض نادر يمكن يعني تكون هي الوحيده اللي بتعاني منه في مصر. المرض ده بيسمى الشيخوخة المبكرة، بيخلي الشخص بيظهر عليه علامات التقدم في السن وهو لسه صغير، وده اللي بتعانيه منار مع المرض النادر. خلينا نعرف منها قصتها أكتر ومرضها، ونرحب بمنار سعيد في الاستوديو. أهلا بك يا منار، وأسفة على التأخير، طبعا كان في تغطية للمؤتمر الصحفي للسيد الرئيس. أهلا بك منار، احكي لنا أكتر عن المرض اللي بتعاني منه، ويعني أصبتي بيه إمتى، وإنتي عندك كم سنة وكده؟ هو المرض بدأ يظهر عندي من وأنا سنة وأربع شهور، طفلة سنة وأربع شهور. بدأ يظهر دمامل في الوش، وبتسيب الأثر بتاعها في الوش بقى، في الإيد، في الظهر، في بقي. كان المرض ممكن لما مثلا يجي في بقي ممكن اقعد اسبوعين ثلاثه مفيش اكل، مفيش شرب، ما ينفعش اكل من الالتهابات الكتير اللي جوه بقي. فما كنتش بعيش حياه اللي هو شخص طبيعي من التعب اللي مثلا في بقي مثلا. طبعا وجع جامد جدا في وشي، في اي مكان بقى بيظهر فيه. المفروض المرض مأثر على وشي وعلى صوتي، مأثر على مؤخرا دكتورة قالت لي انه مأثر على الجهاز التناسلي. انت بتدرسي او خلصتي دراسة؟ انا خلصت السنة دي كلية اصول دين، قسم عقيدة وفلسفة جامعة الازهر. لسه متخرجة السنة دي يعني. طيب قولي لي، تعامل المجتمع معاكي، تعامل الجيران، تعامل زملائك في المدرسة او في الجامعة، كلمينا شوية عن بعض المعاناة. انا قلت لك افتحي قلبك، انت جاي تفتحي قلبك، انا عايزاكي تبعتي رسالة للناس المصريين تقولي لهم انه احنا يعني الحقيقة لازم نحتضن بعض. أي واحد فينا بيمر بظروف صعبة لازم نحتضنه، مش أبدا لازم نعذبه أو نضايقه. تكلمي يا منار. هو من وأنا أول مدرسة في ابتدائي ما كانش ليا أصحاب، حتى التعامل بتاع المدرسين كان بشع جدا، كان ليا ديسك لوحدي محدش بيقعد جنبي، بيخافوا بقى الله أعلم. الكلام بتاعهم ما كانش اللي هو بعيدوا عنها، معدي ولا مش عارفه، كلام كتير طبعا صعب جدا. ابتدائي اعدادي نفس التعامل، ما كانش ليا اصحاب قوي قوي يعني. ما كانش فيه اللي هو بقى بلعب مع حد مثلا، ما كانش فيه الطفوله عموما يعني. لسه مؤخرا يعني بدا اللي هو اتعامل مع ناس راقيه فكريا شويه، بداوا يفهموا انا ايه من جوه يعني. هو انا عايز اعرف ماله صوتك، صوتك رقيق جدا يعني جميل جدا ما شاء الله، يعني في ناس كتيره جدا صوتها رقيق يعني وهم كبار في السن عادي جدا. هو صوتي برضه من الاسباب اللي مش راضيه حد يشغلني بسببه يعني. ليه بقى؟ ما اعرفش ليه دي الاجابه مش عندي. الناس ليه مش عايزين يشغلوني؟ الله اعلم. انت بتدرسي لغات كمان يا منار؟ ايوه بدرس. بتدرسي ايه بقى؟ هندي والماني وانجليزي. كل دول؟ ومش لاقيه شغل؟ مش لاقيه شغل. ايه سبب ان هم بيقولوا لك مش هنشغلك؟ ليه يعني هم ايه المشكله؟ ما هي متعلمه وشاطره وذكيه، ليه ما يشغلوكيش؟ اوقات بيقولوا مظهر، انت ما ينفعش مظهر للمكان بتاعنا، انت شكلك مش كويس. واشتغلت مره يوم واحد كول سنتر، الشعب كله بيشتغل كول سنتر يعني. كول سنتر اخر اليوم وانا ماشيه قال لي ما تجيش تاني، انت صوتك هيخسر الشركه. يعني طب تقولي ايه للناس اللي بيشوفونا دلوقتي، المصريين، المجتمع المصري والاسر والناس اصحاب الاشغال اللي بيشوفوا واحده زيك متعلمه وجميله ومتدينه واموره وكل حاجه مش عايزين يشغلوها، تقولي لهم ايه؟ والله انا نفسي يبقى التعامل باللي جوه يعني، نفسي يشوفوني انا من جوه، ما يبعدوش، ما يتجنبونيش عشان بس مثلا في عيب مثلا في شكلي، مع ان انا راضيه عن شكلي 100%. انا مش شايفه ان في عيب زي ما هم بيقولوا. بحاول احقق اللي نفسي فيه. حتى لو في حاجه موقفاني يعني، ممكن شكلي يوقفني عن حاجات كتير، انا هتضايق من الناس، مش هتعلم، مش هحاول اظبط نفسي في مثلا اللغات. اوقات كتير بحس ان انا مش قادره اكمل، بس بحاول اكمل عشان نفسي انا، مش عشان حد يعني. نفسي نتعامل كده من جوه يعني، نفسي نشوف ان احنا ناس كده كويسه يعني من جوه. يعني نسيب المظهر شويه.
يتعاملوا معاكي مع كعقلك كتفكيرك كتعليمك كامكانياتك الذكاء وكل ده. مش شرط كمان والله الحاجات دي. وبعدين قال ان انت جميله على فكره. يعني انا شايفاكي زي القمر وجميله وجميله بروحك كمان، يعني ما شاء الله عليكي.